يا كرام، نروح الآن إلى أهم ما جاءت به المواقع الإلكترونية. نبدأ بالنهار والعين، وإن قال وزير العدل حافظ أختم طيب لوح أن الجزائر بكل مؤسستها لها قناعة واثقة من نفسها بالإجراءات التي تقوم بها في مكافحة الفساد، مؤكدا أن الجزائر تعتمد على الهيئات الرسمية ولا تستند إلى المنظمات غير الحكومية في إعداد تقارير مكافحة الفساد، مشيرا خلال جلسة مناقشة قانون مكافحة الفساد أن الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على اتفاقية مكافحة الفساد في 2004. يقول وزير العدل طيب لوح: الجوانتكات قالت توقيف 63 منقبا عن الذهب بتنراست وجانات، وإن أوقفت مفارس للجيش الوطني الشعبي أولامس في عملية متفرقة بكل من تنراست وجانات 63 منقبة على الذهب، وضبطت 9 مركبات رباعية الدفع 33 مولد كهربائي و 29 مطرقة ضغط و 28 كبس من خليط خام الذهب والحجارة، حسب ما جاء أمس في بيان لوزارة الدفاع الوطني. مشاهدينا.